ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. الفيديو النهارده رد على سؤال اتكرر اكتر من مره. السؤال بيقول: بنتي عندها 3 سنين ونص ومتاخره في الكلام، وكان في حد من اصحابي نصحني ان انا اديها دواء معين، الدواء ده يخليها تتكلم. بعد كده اتكرر السؤال تاني، كانت حد برضو بيقول ابني عنده 4 سنين وما بيتكلمش خالص، وكان حد قال لي اديله دواء والدواء ده هيخليه يتكلم ان شاء الله. حد تاني برضو قال ابني بيتكلم بس كلامه مكسر، وكان حد قال لي ان الدواء ده هيخليه يتكلم بشكل مظبوط. طيب كل الكلام ده تمام جدا، يعني الأسئلة تمام، بس انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. كل اللي سال السؤال ده، ما ينفعش حد يقول لحد على دواء. الدواء اللي يكتبه طبيب دكتور، يبقى انا لازم عشان ادي لابني دواء اروح لدكتور يشخص الحاله، وبعد ما الدكتور ده يشخص الحاله يديني الدواء المناسب لحاله ابني. طيب هل الدواء اللي الدكتور ادهوني لحاله ابني ده يناسب طفل تاني؟ اللي يقرر ده برضو الدكتور، مش احنا، او مش انا مثلا جربته مع حد فهينفع مع حد تاني. تمام؟ يبقى هنا كده، يبقى الدواء ما ينفعش حد يكتب دواء او يقول لحد على دواء الا الدكتور اللي بيشخص الحاله. تمام؟ يبقى اي طفل عنده اي مشكله لازم يروح لطبيب يكشف، وبعد كده الدكتور هو اللي هيكتب، أو الطبيب هو اللي هيكتب الدواء، بناء عليه اخد الدواء ده عادي. تمام؟ دي كانت النصيحه. يبقى ما نسمعش كلمه، ان ما نسمعش كلام حد في حته ان انا ابني خد الدواء ده وخف، خدي الدواء ده وابنك هيخف. لا، هو الموضوع مش تجارب. لا، احنا لازم نروح لدكتور هو اللي يقول ابني عنده كذا، فحضرتك خدي الدواء ده مناسب ليه، او ما تاخديش الدواء ده مش مناسب ليه. ده كان موضوع الفيديو بتاعنا النهارده، ومنتظراكم ان شاء الله في فيديوهات جايه. مع السلامه.